شكر الله بالقلب بأن تعتقد وتؤمن وتستيقن يقينا جازما إيمانا كاملا أن هذه النعم أنعمها إليك المنعم سبحانه وتعالى. وإذا كان البشر قد ساعدوك بشيء عليك أن تعلم أن هؤلاء أسباب، أسباب فقط، لكن المنعم المتفضل هو الله عز وجل. ولذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن من أنعم الله عز وجل عليه بنعمة فعلم أنها من عند الله، علم يعني آمن واستيقن أنها من عند الله عز وجل، كتب الله عز وجل له الأجر العظيم.